من أول ما بلشت أوعى، حتى ماما بتحكي لي قبل ما أحكي، أنا قبل ذاكرتي فعلياً كانت الموسيقى هي أكثر شيء بيجذبني بالحياة. هلا دائما جرب غني، وبالتالي بعتقد أكيد هو النغم اللي جذبني أول شيء، وكنت جاي دائما زقف وغني سوا. وهون إذا بتلاحظ في شيء عجبيني شطب، لأني أنا صغيرة كنت عم جرب زقف وغني وقعد، كان عمري شيء 8 أشهر تقريبا، فالشطب جميل، هي بعتبره يعني وشم دائم وفخورة فيه. بعتقد الإذن تبع أي إنسان هي أقوى لما بيكون صغير، فالذاكرة السمعية أنا لليوم عندي إياها أقوى شيء. بس بعدين لما بلشت شوي أكبر وبلشت تتكون شخصيتي، كانت حالة المغنية هي اللي كتير تعمل لي تستفزني، هيك تعمل لي فضول، تخلق عندي سحر. يعني قبل ما نام كل يوم كل يوم كنت أحلم أنا رب أكبر مشان صير مغنية. هلأ شيء خاصه كان مو بس بالموسيقى ولا بالصوت، كان شكلها بالحالة كلها، كيف هي بتغني، كيف بتعبر عن حالة بدون ما تحكي، وإنما بتحكي بس بلحن. ففي حلم، في حالة الفستان، في حالة الشعر، في حالة كيف الناس بيرجعوا بيتذكروا بأوقاتهم لحالهم. فهذا كان كله يعمل لي فضول بشيء بيشبه الفيري تيل، الأساطير، عالم تاني اللي ما بنعرف عنه شيء. شاركت بمسابقة الأغنية الفرنكوفونية مع المركز الثقافي الفرنسي بدمشق. هلأ كنت مع صف بالمدرسة كلها، رحنا أتوار، كنت بمدرسة خاصة ندرس فرنسي، فبس كان عمرنا 15 سنة وكان الحد الأدنى للمشاركة بمسابقة 18. فذكر وقتها أخذت سولو وأخذنا جائزة وعطوني جائزة تكريم تقدير أنه كملوا بالموسيقى وهي. وقتها بلشت حس شو معناتها أنه أنت توقف على المسرح ومو بس يكون في أصدقائك أو أهلك اللي عم يسمعوك. كان أول مرة هيك بوقف على مسرح حقيقي مع أودينس، مع جمهور ومسابقة وحكام. وهون وقتها بلشت هيك تذكر، بلشت تدق أنه لا، الغناء هو أكثر شيء ممكن أحبه بالعالم، المسرح فعليا. أنا فزت على الفرع العلمي وما كان عندي رغبة بالفرع العلمي، يعني أساساً لليوم بحب الفلسفة وبحب التاريخ، جغرافيا ما بحبها، بس أنه أنا أدرس أرقام وفيزياء كيمياء يعني كتير شيء بعيد عن شخصيتي. بس مع هيك كنت من الناس كتير شاطرين بالمدرسة، وكان في شيء خاصه بأهلي أنه أنا لازم أطلع ودرس علمي، وما كان في مجال، يعني ما في خيار بالموضوع أني أختار بين هات الاثنين. فوقتها عطلوا علامات البكالوريا، كان وقت علاماتي خليني فوت هندسات، بس كان رفضا مطلقا بالنسبة لي تماما أني أعيد البكالوريا أو أني فوت هندسات. وبعد كتير خنايق مع أهلي لحتى قبلوا هن ينزلوا شوي أنه خلص اقتصاد، وأنا بالنسبة لي الاقتصاد هو، بعد ما فت شوي سألت العالم اللي دارسين اقتصاد، عرفت أنه اقتصاد هو فرع فيه منطق، فيه تحليل، ممكن بعدين تعمل إدارة أعمال شيء خصو بالأفراد بالموارد البشرية، وبالتالي ممكن حتى كاقتصاد سياسي يعني ممكن يكون في علوم نظرية بنفس الوقت هي منطقية وعلمية. فحبيت هذا الشيء إنه منه بس أرقام، وقلت لحالي إنه كنت متخيلة إنه أنا رح أعمل آرت مانجمنت اللي هو إدارة الفن. كنت من الطلاب القلال كمان اللي عم يدرسوا فرنسي بالكلية، فوقتها أجتني منحة من السوربون أني أطلع بعد التخرج كمل إدارة بباريس. فبتذكر وقتها كمان شاركت بمسابقة بالأغنية الفرنكوفونية بالمركز الثقافي الفرنسي، ووقتها أخذت المركز الثاني، وبلش يجيني كثير عروض أني أعمل حفلات. وقتها حسيت أنه لا، أنا ما بدي كمل بالكلية، أنا بدي روح أعمل موسيقى. بلشت أشتغل مع فرق بإني أكون مديرة أعمالهم وهيك. بعدين بلشت أحس أنه أنا مو محلي يكون ورا المسرح، مو محلي الكواليس، أنا تكون هنيك. ففي هي الحالة من الغيرة الإيجابية اللي كمية الشغف والحب جواتي لهذا الشيء كان أكبر بكتير من أنه المفاضلة الفكرية أو أني أنا أروح وأشتغل شغل ثابت يجيب لي مصاري وإيراد ثابت. أنا درست أوبرا، درست غناء شرقي، وهذا اخترت الغناء الأوبرالي بسبب أنه أنا جاية من أسرة أرمنية ونصة عربي،
فالغناء الأرمني هو غناء أشبه بالغناء الأوبرالي الكلاسيك، وأنا متعودة على هاي، يعني ابني سمعاني هاي الموسيقى من أنا صغيرة. فأنه أتعلم الموسيقى نظريا هو كان شيء كتير مهم، لأنه هو بيسري كتير بلحظات معينة، بعدين بالتأليف هنا اللي بيبينوا هذا الشيء، أنه بتحس هاي الأغنية جوا هيك، في ممكن تكون رومانسي اللي هو العصر الرومانسي المدرسة، في شيء ممكن يكون كلاسيك، في شيء ممكن يكون يروح على تانجو. إذا ما بتعرف هاي الأشياء نظريا هو كتير صعب أنه أنت التأليف يكون صلب. لما سجلت أسمر اللون طلعت من الحفلة سجلتها وبعتها للمورد الثقافي بمصر وربحت الجائزة لموال هو تمويل أسمر اللون، فوقتها كانت أنه منيح، معناتها هذا الشغل منيح. منكمل سجلت الألبوم. كان في أول مرة مونتي كارلو بيحطوا هيك إعلان كتير صغير لأنه أحمر بالمعهد، أنه اللي حابب يشارك بهي المسابقة، مسابقة الموسيقى الأولى للشرق الأوسط من راديو مونتي كارلو في باريس. هنا بعت الغنية، كان بعد الألبوم ما نطالع، بعتت أسمر اللون، فجاني الرد أنه تم اختيارك للتصفيات الثلاثة النهائية. بهاي المفاجآت كانت يعني نزل الألبوم. بتذكر وقتها كنت عم اشتغل موسيقى تصويرية، كنت عامل ربيع كورتوبا ونزار قباني، فالعالم بعتقد كان صوتي انحفظ عندهم. لما حطينا البروشورات وكان الحفلة إطلاق الألبوم كان بجاليري مصطفى علي، فبتذكر إنه كان بيسع المكان 250 شخص، إجا 500. فأنا بتذكر كنت قاعدة فوق على الشباك عم بتطلع إنه كيف امتى انه امتى يعني، بس نفس الوقت كان شيء كتير حلو. هلا اول شعور طلع فيه على المسرح وقت اسمر لما اطلق الاغنيه، بتذكر انه كان في خوف، كان يختلف مع انك تعامل كتير حفلات مع بالمعهد، بس هون كان في شيء مختلف، انك كنت عم تعري روحك قدام العالم وانا بعدني طالبه، ولاول مره حدا عم يجرب هي التجربه باسمه الشخصي وقدام كل هدول العالم اللي هن بيعرفوني بنمط معين. يعني الحمد لله وقتها كان النجاح كتير كبير، والصحافة وقتها أكتر شيء حبب، والعالم ردت فعلا كانت رائعة. بعدين اجت وقتها مونتي كارلو أنه لازم أطلع باريس نعمل مسابقة بعمان، وربحت الجائزة الأولى بعمان بنفس الطريقة. عن جد عم قلت ما بتذكر كيف، ما بعرف كيف يعني، بس ذكر أنه كنت حط كل حالي بأي قصة فوتة، وأكتر شيء بحبه بالدنيا أني غني يعني.